نرحب بحضرتك معانا في بوابة الأهرام. كنا عايزين حضرتك تكلمنا عن تفاصيل دور حضرتك في الفيلم. هو دور جديد عليا، دور مسؤول حصات خاصة حصل له أزمة فبعد عن شغله، وبيحصل له بيحصل له مشكلة بتخليه يواجه الأزمة اللي كانت حصلت له اللي خلته يبعد عن شغله، فهنا بيحصل بقى مواجهة عنيفة مع نفسه يعني. شفنا ان الفيلم اكشن، عايزين حضرتك تكلمنا عن استعدادك للدور. والله اتمرنت عليه واشتغلت عليه سواء في الاكشن سينز وفي المشاهد الصعبه اللي في الفيلم، ومع اكتنج كوتش يعني، ومع مسؤول اكشن عبد الله. انا اتمرن هنا وهناك وعملنا شكل الحاجات اللي هنعملها والحمد لله. استعنت بحد في الادوار الاكشن؟ لا لا لا، خوفتش من الدور عشان هو اكشن يعني وكده؟ لا لا لا، ليه يا عم خاف ليه بس؟ ليه؟ لا لا بالعكس، حاجه احبها وقريبه مني جدا، ف ان شاء الله نكررها يعني. طيب ايه اصعب المشاهد اللي حضرتك مش هتنساها ابدا؟ ما انا مش هحكي لك اصعب المشاهد دي عمري. طيب ايه عمل حضرتك اللي هنشوفك فيه ان شاء الله فتره جايه؟ في فيلم الملحد ان شاء الله ينزل قريب. تحس الملحد ان شاء الله دي كلمه غريبه جدا بس حلوه. في فيلم الملحد ان شاء الله ينزل قريب، ويا رب يعني برضو الناس تحبه لان هو فيلم مهم يعني.